استاذ سهيل مسيرة حياة بالجراحة، من أوائل من أنشأ الجراحة العامة والجراحة الورمية في سوريا وبالخاص جراحة الثدي. تطوير جراحة الثدي بسوريا له الأيادي البيضاء والخضراء والأبحاث والمقالات والدراسات. شكرا كثير أستاذ سهيل، من أوائل من عمل على العقد الحارسة وعلمها للجيل الصاعد من الجراحين. بفتخر أني أقدم الأستاذ سهيل، واليوم رح يحكي لنا عن الـ Evolving Management of Breast Cancer. شكرا استاذ سهيل، تفضل. مركز البيروني، والحقيقه قديش عندنا نحن ماده تعليميه بالمرضى، يعني لا يضاهيها كثير من المراكز. الحقيقه انا بهني كل شخص اعطى محاضره علميه وبحثيه، بس انا بتمنى انه نعمل تطبيقات عمليه ونستفيد من هالمرضى اللي عندنا ونجري كلينيكال ترايلز وننشرها، لانه نحن اللي قادرين بوجود هالعدد الهائل من المرضى عندنا انه نستفيد منها. شكرا استاذ نزار على النقطه اللي انت رفعتها من شوي، وبشكر استاذ بروفيسور يحيى لوجوده هذا. من ولو اخذ دقيقه، الحقيقه انا بفتخر من واحد جراح، هذا مثال ما في مثله بسوريا، في مثله بأمريكا. جراحين عملوا ريسيرش وعملوا قلبوا من الجراحة للبيسك للساينتيفيك ريسيرش وانكولوجي ريسيرش. أستاذ يحيى الشمالي كان جراح، وكان أنا بفتخر أنه كان طالب دراسات عليا عندي، وبس من الجراحة شاف انه لازم ندخل لعمق الخليه، مو بس نفتح البطن ونشوف الواقع المرضي، بده يشوف المرض ضمن الخليه. هي تهنئه خاصه له. الحقيقه ايفولفينج مانجمنت اوف بريست كانسر، نحن مرينا باوقات. الحقيقه انا من وقت ما جيت من امريكا بالسبعين كانت هيك changing paradigm shift from maximum tolerable treatment to minimum effective treatment. حقيقة كانت كنا هيك نعمل. أنا ما عندي هون ليزر بوينتر، بس كنا شوفوا كيف كان mutilating surgery، يعني سرطان ثدي ولو كان صغير كنا نعمل له راديكال، مش موديفايد راديكال. يعني شوفوا كيف التشويه بقى. كانت هيك نحن، كانت ماكسيموم، يعني كنا نع انه نآمن انه السرطان بده اجريسيفنس، بده جراحه جذريه الى اخره. هلا نحن من بالسابق كان السرطان الثدي يكشف احيانا مريضه بالصدفه حست كتله بالثدي، وكانت الكتله كبيره عاده ومرحله متقدمه، ونضطر نعمل راديكال سيرجري، وكانت المينيمال لونج تيرم سكسس، ما كان عندنا نتائج كبيره، وكان عندنا المريض يامن انه هذا قدره، جاء السرطان وهذا سرطان داء مميت. Today عندنا البريست لامب ديسكفرد ايرلي، اولا صار في توعيه اويرنس، بريست سيلف اكزامينيشن صاروا بيعرفوا يفحصوا حالهم، ديجيتال ماموجرام، ام ار اي، موليكولار بريست ايمجينج، صرنا نعمل كونزرفاتيف سيرجري، صرنا نعطي ادجفنت سيستميك ثيرابي، وصار عندنا هاير سرفايفل. الريزلتس طبعا صارت احسن، عندنا تقريبا سنتين عم نكتشف السرطان قبل ما يكشف من قبل المريض او من قبل الطبيب المعالج بواسطه الماموجرام. مشان هيك نحن بنأكد على المريضه تعمل ماموجرام مره سنويا بعد سن الأربعين، وعم نحصل على 65% نيجاتيف نودز بالمقابل 41% بالكنترول جروب. وبعدين عندنا 30% decreased mortality على 16 سنة متابعة. مع الأسف مع كل هالتوعية، هي مريضة شفتها من سنة ونص تقريبا، يعني جاي انه عندها الآفة، مسكينة طبعا هي جاهلة،
وفكرت انه شغله عرضيه. كل ما عم تكبر اجتني هيك، هي مريضه ثانيه عمرها 53 سنه عندها بايلاترال بريست كانسر، كمان نفس الشيء اهملتها وقت اللي كانت بالثدي الايسر. يعني هي تقريبا من سنتين هون، هدول هالمريضتين مع كل التوعيه اللي عم نشوفها لسه لا نزال نرى ادفانس لوكالي ادفانس بريست كانسر. هلا اللي عم نعمله حاليا هو ستاندرد اوف كير كان موديفايد بريست موديفايد ماستكتومي راديكال ماستكتومي، هلا ستاندرد اوف كير هو الكونزرفاتيف سيرجري. هلا هي مريضه كان عندها بالابر اوتر كوادرنت كتله، انا وقت عملت لها استئصال ربعي باعتبار كانت الآفة قريبة للثدي، عملت انكونتينيوتي اكزيلري ديسكشن، هيك صار يعني حتى ما حتى يكون الليمفاتيك شانلز موصولة مع مع الإبط. البريست كانسر ان سيريا هلا ان جنرال نحن عندنا المتوسط العمر 48 سنة، بالغرب عندهم 62 سنة، معناتها نحن عندنا early breast cancer، مش early breast cancer، early incidence of breast cancer. هلا بقول ليش؟ عندنا تحت سن الأربعين 20%، بينما بالغرب 8%. عندنا behavior aggressive، عندنا bigger size lesion ومور advanced stage. هلا من اصل 656 مريضه، هدول من مرضاي انا عملت احصائيه عليهم، 139 او 21% كانوا تحت سن ال 40، مثل ما قلت بالغرب او بشكل خاص بالولايات المتحده 8% فقط. طيب ليش عندنا نحن 20% تحت سن ال 40؟ لانه اذا اخذنا هون البيراميد البوبوليشن بيراميد عندنا بسوريا بنشوف 82% من السكان هن تحت سن الأربعين، فإذا من الطبيعي إنه نشوف تحت سن الأربعين حالات كبيرة. هلأ بنجي لموضوعنا الأساسي، شو هن البارادايم بالتدبير سرطان الثدي؟ أول شيء كان من أيام هولستيد وبعدين جيروم إيربن اللي أنا اشتغلت معه 3 سنين بالسلون كاترين كانسر سنتر، بيأمنوا كانوا إنه السرطان هو يمتد من مكان إلى مكان، ولذلك كانت الراديكال سيرجري عندهم هي الأساس. يعني هولستيد كان يأمن بالراديكال عفواً راديكال ماستكتومي، جيروم إيربن طور أكثر عمل إنترنال ماماري ديسكشن. بالايام ثبت انه هالراديكالنس هالجذريه ما عم بتفيد كثير. ليه؟ لانه وجدوا انه 20% من مرضى سلبيه العقد صار عندهم انتقالات، ولذلك اتجهوا انه يعطوا معالجات متممه ولو انه ما في انتقالات للمرحله الاولى اللي هي الابط. وهاللي بدع فيها هو بونادونا بايطاليا. هلا بنجي للمنعطف الثاني الكبير، كمان اجى من ايطاليا من شخص اسمه امبرتو فيرونيسي. هذا جراح الحقيقه بيشبه الدكتور الشمالي، جراح ولكن عمل ريسيرش 700 مريضه بتي 1 عمل لهم هولستيد، ونفس العدد 701 عمل لهم ربع زائد اكزيلري ديسكشن زائد راديشن. يعني ما عمل هولستيد، اكتفى بالربع، وشاف انه على مدى 20 عام متابعه نفس نسبه الشفاء. فاذا اتضح انه الانذار يعتمد على وجود او غياب نخائل وليس المرض المحلي. هلا انا هي نشروها نشر فيرونيسي بنيو انجلاند جورنال اوف ميديسن بال81، وضجت الدنيا والاعلام انه ما عاد في حاجه لاستئصال ثدي جذري، انه بكفي استئصال ربعي. وهي يعني عملت حتى رده فعل سلبيه عند الجراحين، انه شو بس استئصال ربع؟ يعني عاده نحن بنستئصل كامل الثدي. والحقيقه انا هي سمعان، انا عملت اول حاله استئصال ربعي بال84، يعني بعد سنتين من
من ما انتشرت بال... وكمان أنا لقيت كثير يعني ممانعة حتى من الزملاء أنه كيف أنا عم بعمل استئصال ربع ثدي لسرطان ثدي اللي هو عادة نعمل له استئصال جذري. ودراسة من ميلان أنه فرجة الهولست مع الكونزيرفاتيف سيرجري نفس الـ نفس السيرفايفر. التجربة السريرية كمان أنه بالاستئصال الورم وما حوله زائد معالجة شعاعية النكس الموضعي 20%، وقت نعمل ربع خفت النكس الموضعي إلى 5%، بس البقية نفسها لأنه وقت اللي بيصير نكس من نستأصل النكس أو نستأصل كل الثدي بيضل السيرفايفل دي سيم. بس هون شددنا على أنه ما بنستأصل، ما بنعمل لامباكتومي، بنعمل كوادرانتكتومي. مواقع النكس عادة تبقى قريبة لمكان مكان الآفة الأساسية. شايفين كيف هون مثلا مكان الآفة الأساسية بالربع الوحشي العلوي معظم النكس بيجي قريب له. مشان هيك كمان صار في اتجاه انه مو بالضرورة نعطي معالجة شعاعية لكل الثدي، نعطي معالجة شعاعية للمنطقة المصابة فقط. وهون بنفس الوقت وقت بنعمل كوادرنتكتومي بهالكافيتي هي بنحط مكان للراديو اكتيف سورس. هلا قديش نحن عملنا بسوريا استئصال محافظ؟ الحقيقه انا ما قدرت اطلع فوق ال 20%، هلا بشكل عام 15%، بشكل عام بالغرب 40 ل 70%، هلا باوروبا شوي 70%، بامريكا 50% تقريبا. وحتى في تراجع شوي عن الاستئصال الربعي، صار في عم يتجهوا نوعا ما للاستئصال التام، خصوصي اذا شافوا في مؤشرات اما مايكرو كالسيفيكيشن برات الربع او شيء من هيك، واذا كان المريضه بعيده عن المعالجه الشعاعيه عن مركز المعالجه. او الحقيقه نحن بسوريا ليش انا ما قدرت اطلع فوق ال 20%؟ لانه ما بتقدروا تقنعوا مريضه عنا انه باستئصال الربع وبكفي، بس لازم نعمل اشعه. هلا لازم نعمل اشعه هي بتخوف، مو بتخوفهم يعني شوي بتخليهم يقولوا لا استأصلنا الثدي وما بدنا نجي كل يوم على الاشعه، وهن محلهم بعيد مساكنين بمنطقه نائيه مثلا. هي وحده من كمان بنقول لهم انه ولو استعملنا الاشعه في نسبه نكس. كمان هون بيقولوا لا ما بدنا نسبه نكس، الاستئصال الجذري اقل نكس، اوكي بناخذ استئصال جذري. يعني الحقيقه عده، وعندنا نوعا ما المراحل الاولى اللي بنستعمل فيها الاستئصال الموضعي او المحافظ قليله نوعا ما المرحله الاولى. هلا المنعطف الثالث هو، فاذا المنعطف الاول هو اجراء معالجه كيميائيه بعد العمل الجراحي عملت لنا فرق. الثاني استئصال ربعي وليس استئصال تام. الثالث هو عدم تجريف الابط بشكل روتيني كما كنا نجري دائما انه نجرف، واحيانا بيطلع عنا العقد سلبيه معناتها ما في كان حاجه نجرف بالابط، عرضناها بالعكس للليمفديما بالذراع، فاذا لجأنا للاستخدام خزعه العقد الحارسه. و كمان هون اذا كان عمليه هولست زائد تجريف ثدي باطن، عمليه هولست البقيه نفس البقيه. هلا هون طبعا هي مابينج نحن بنحقن حول الافه المترين داي مثلا، بتعطينا العقد الحارسه وين موجوده ومناخدها للتشريح المرضي. هلا المعالجة المنعطف الرابع هو النيو أجيفانت كيموثيرابي، المعالجة الكيميائية قبل العمل الجراحي. عم بينخفض حجم الورم نسبة 50% ب80% من الحالات. هي عم تخلينا كمان بآفات كبيرة نقدر نعمل استئصال ربعي.
الوقت يلا انا ما راح اطول. المنعطف الخامس الوقايه بريفنشن، التاموكسيفين هو كان الليدر بوينت تبعنا. المعالجه البيولوجيه والهادفه هيرسبتين انتي في جيف افاستين، وعندنا الاميونوثيرابي كمان دخل للبريست كانسر من اوسع ابوابه. الكيترودا طبعا مثل ما تعرف الدكتوره مها هي احسن دواء، وفي عندنا تقريبا شيء 60 70 دواء يستعمل بالبريست كانسر. وشكرا لكم. شكرا استاذ سهيل، شكرا للعرض القيم جدا.